الجميلة والوصول من أوامر عبد الله بن حمد بن علي بن ربيعان السبيعي، تأتي على سابع المراكز وفي المركز الثامن، المركز الثامن والمنطلقة الشاهينية سلطان بن حميد بن علي لقتبي، والوصول هنا من لمحة علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري من تنطلق بهذا الأداء هنا على المركز التاسع. وفي المركز العاشر تأتي أسطورة لمبارك بن محمد بن مسري الهاملي. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم في مسيرة الستة كيلومترات. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى زمام الأمور، إلى رأس الحربة في هذا الانطلاق المميز والجميل. نعود هناك إلى الصدارة، نعود إلى سلهود، سلهود المنطلقة على صدارة هذا المنطلقة على المقدمة. ولكن أرى التغيير، أرى التغيير من سرابة، سرابة تسربت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سرابة لأحمد بن عبد الله بن ركاب العامري من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ركز يا نهيان يا بن حمد مع سرابة وانطلاقتها وأدائها الجميل هنا بهذا الأداء. ركز يا نهيان، ركز يا أبو عبد الله بهذا الانطلاق الجميل والتحدي هو الإثارة. سرابة، سرابة قادمة أيضا هنا وتنطلق على الصدارة. أرى سلهودة هنا قايد فيلق الجبيبي يتواجد بشعاري بهذا الأداء الجميل مع سلهودة. سالم بن رجب بن راشد بن مصبح الاجتبي وأهالي الكويت من الجانب الآخر يتواجدون بهذا الانطلاق مع الضبي محمد بن حسين بن مانع بن دواس العجمي. تأتي على المركز الثاني، المركز الرابع وشعار بن حليس يتواجد هنا بهذا الانطلاق. ولكن المسمى غنايم مايد بن حمد بن مطر بالنصف المنصور هنا بهذا الانطلاق هنا بالفوير المنصوري المنطلق بهذا التحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. ومن الجانب الآخر وصل شعار بن طراف، ها هو يتجول بهذه الانطلاقة بهذا الأداء الجميل. هنا تأتينا تواصل لهلال بن سالم بن طراف المنطلقة، وصل هنا بن حمود، وصل الحميدي بن سالم العمري هنا مع تقرير بهذا الأداء الديلمو، يصل بهذه الانطلاقة المتميزة هنا بهذا الأداء الجميل. من طفان يحسلها سوت شعايب، قوعت غدرانها تعال شفها، مكرمة لأهل الهجن من فكر صايب. هنا الوصول ايضا من شعار بمطر، وصلت هنا ايضا معه، ها هي القادمه في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المميز والجميل مع الشاهينيه. مطر بن سعيد بن مطر الرميسي يقدم الشاهينيه في هذا الانطلاق المميز والجميل. الوصول هنا ايضا والقادمه تكريم جاسم بن سلطان بن غاسي الوهيبي، وهناك ايضا عبد الله بن يوله، عبد الله بن سيف بن يوله لقمزي مع سرابة المنطلقة من الجانب الآخر. المركز الثامن، المركز الثامن والانطلاق من شعار المشغوني هنا الوسمية، الوسمية سعيد بن سيف بن معضد المشغوني من ينطلق. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أكتفي بهذا القدر وأعود إلى تقرير قررت الفوز وقررت الناموس، تقرير الحميدي بن سالم بن حمود العمري من انطلق مع تقرير هنا بهذه اللحظات على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني سرابة أحمد بن عبد الله بن ركاب العامري، تأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث وصل هنا أيضا توصل التكريم، تكريم 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 جاسم بن سلطان بن غاسي لوهيبي من ينطلق هنا مع تكريم على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع الوصول هنا والتسلل من قبل الوسمية لسعيد بن سيف بن معضد المشغوني والشاهينية. مطر بن سعيد بن مطر الرميسي، وسوى هنا القدوم أيضا من بشاير لعمير بن الصغير بن قنون بن يرادة الكتبي، وهناك أيضا يا سلام عتب واصلة، عتب
اعتاب واصل اعتاب اعتاب لحمدان بن سعيد بن مرزوق العسكري. وصل العسكري ايضا ما هنا مع عتاب في هذا الانطلاق، ولكن الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير وتقرير، تقرير على الصدارة، تقرير على المقدمة، تقرير على المركز الاول وصدارة هذا الشوط لحميدي بن سالم بن حمود العمري مع 800 متر الأخيرة. هنا تقرير، تقرير يا أبو سلطان، تقرير على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله 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 يا القدوم. هنا بشاير، بشاير عمير، هنا بن الصغير بن قنون بن يرادة لاكتبي قادم أيضا هنا بهذا الأداء الجميل مع بشاير، بشاير وتقرير، تقرير وبشاير. يا سلام يا سلام. وهنا هنا 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 المركز الثالث، المركز الثالث، الوصول من روعة، روعة لمحمد بن مسلم بن سالم بن هية العامري، ولكن بشاير، بشاير على الصدارة، بشاير، بشاير. وهنا الأخرى القادمة روعة، بشاير وروعة، روعة وبشاير. الله الله، بشاير، بشاير، بشاير على الصدارة، على المقدمة، وروعة، روعة وبشاير، ولكن بشاير، بشاير، بشاير وروعة. الله الله، اللحظات الأخيرة، بشاير، روعة، روعة وبشاير. يا سلام يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة، ولكن هنا بشاير، بشاير، بشاير. سلام جبيرة، سلام، سلام وتحية واحترام، تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل لسيد عمير بن الصغير بن قنوب اليرادة المركز الثاني. وصلت روعة محمد بن سالم بن هية العامري، وفي المركز الثالث كان من نصيب هناك أيضا الذي وصلت في المركز الثالث هي تقرير لحميدي بن سالم بن حمود العامري، وفي المركز المركز الرابع كان من نصيبه هنا جبار محمد بن حزم بسيمة العامري، وفي المركز العسكري والتوقيت الزمني هنا 9 دقائق، 9 دقائق 18 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل لعمير بن الصغير بن قنون بن يرادة الاكتبي على فوز بشاير بالمركز الأول. سلام جميرة، سلام على هذا الأداء الجميل. روعة في المركز الثاني أيضا ب9 دقائق 18 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا هنا على هذا الأداء الجميل لروعة محمد بن سالم محمد بن مسلم بن سالم بن هية العامري، بينما ثالث في مراكزنا أتى التقرير هناك بأدائها الجميل لحميدي بن سالم بن حمود العمري 9 دقائق 21 ثانية 2 من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.